وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. دكتور وليد، بعد التحية، كيف كانت نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين من إيران ضمن خطة الإجلاء التي بدأت بتنفيذها وزارة الصحة؟ مساكم الله بالخير جميعا. طبعا كان في هناك استقبال الجميع، ووضع يعني موقع مخصص خارج مبنى المطار للقادمين من إيران. كان عددهم حوالي اللي هو عددهم بالضبط 165 مواطن ومواطنة. وضعت إجراءات احترازية محكمة عشان نضمن سلامة أهلنا في البحرين والمواطنين والمقيمين. أول ما وصلوا طبعا هناك إجراءات بنضع اللي عندهم أعراض أو اللي ما عندهم أعراض في أماكن منفصلة، وبعدين يتم إخضاعهم لفحوصات مختبرية تحت إشراف طاقم طبي أو متخصص حسب المعايير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية. وجاءت النتائج مثل ما بينتوها، هي أن من 165 وجدنا 77 حالة قائمة اللي تم نقلها لمراكز العزل والعلاج بحسب تقييم الأطباء المتخصصين، وسلامة 88 حالة منها تم نقلها لإحدى مراكز الحجر الاحترازي بحسب المعايير اللي وضعناها. نعم. طبعا لما وجدنا أن هناك طبعا تعتبر هذه نسبة عالية الحالات القائمة في الدفعة الأولى، وهذه يبين عامة يعني أن هناك في انتشار للفيروس بين العائدين من إيران. وزارة الصحة وجدنا احنا أن يجب تفعيل إجراءات احترازية إضافية ضمن خطة الإجلاء، وهذه يعني حرصا من مملكة البحرين على صحة وسلامة المواطنين المتواجدين في إيران وعائلاتهم، وكذلك صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. نعم. وبتكون إن شاء الله جدولة، يعني هناك بتكون إعادة جدولة للإجلاء عشان ناخذ احنا وقت أكثر عامة الإجراءات الاحترازية تضمن الصحة العامة للجميع. وبحسب طبعا احنا هناك تقديرات كبيرة ومدروسة مسبقا بحسب الطاقة الاستيعابية للفحص والحجر والعزل والعلاج. نعم. دكتور وليد، كيف وجدتم حالة المواطنين البحرينيين الصحية لدى استقبالهم في مطار البحرين الدولي في عودتهم من إيران؟ بصراحة التعليق بعد اكتشاف هذه النتائج، ندرك تماما أن النظام الإيراني يعني فشل في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين البحرين وغيرهم. طبعا هناك في معاهدات دولية، هناك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللي وضع في الحق في الصحة أن على هذه الدول ملتزمة المفروض بالوقاية من أمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها. رغم من إدراك هذا النظام يعني إدراك كامل بمدى انتشار المرض في إيران وخطورته على سلامة الأفراد، لم يفعل أي شيء من قضية الوقاية والفحوصات اللازمة، ولا حتى توفير العلاج، ولا التأكد من خلوهم من المرض، أو حتى توفير البيئة المناسبة لوقف انتشار مثل هذا المرض. فبصراحة ما وجدنا يعني يؤكد فعلا مثل ما أخبرت، هو فشل هذا النظام في توفير الرعاية اللازمة. نعم دكتور، لو تطلعنا عن عدد المتعافين من فيروس كورونا وكيف هي الحالات الموجودة في العزل المنزلي وما هي نتائج آخر المستجدات؟ نعم، أو أخبار الحمد لله يعني جيدة. أولا المساء أمس الثلاثاء في حوالي ثمانية يعني الحمد لله بالعام تعافى ثمان حالات إضافية، وصلنا إلى عدد المتعافين إلى تقريبا إلى الآن 30 شخص الحمد لله. وخرج بالأمس من الحجر الصحي الاحترازي بالعصر 47 حالة، ليصل العدد الآن المغادرين لمراكز العزل والعلاج إلى حوالي 115 شخص. نحب نأكد للجميع أن المتعافين أو الخارجين مراكز العزل يتم إرشادهم كافة الإجراءات المتخذة بعد عودتهم إلى منازلهم وممارسة حياتهم يعني الطبية خلينا نسميها، حيث أن عليهم طبعا أن يكون هناك في عزل منزلي كذلك إضافي لمدة 14 يوم، وإحنا نتابع عن قرب حالتهم الطبية بشكل مستمر مع المختصين ومع الأطباء، وذلك لسلامتهم أولا وسلامة كذلك المحيطين فيها. نعم. فهذه يعني بس للتأكيد على المتعافين أو الخارجين من مراكز العزل.
نعم، تمنياتنا بالشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا، وجهودكم دكتور وليد.